به عجلة الترافع والتدافع لمصلحة المجتمع ومصلحة الوطن في مكافحة كل أشكال الفساد وناهب المال العام. إخوتي أخواتي، نعقد اليوم الدورة الرابعة للمجلس الوطني المنظمة المغربية لحماية المال العام تحت شعار تخليق الحياة العامة مدخل أساسي لحماية المال العام. ونحن نعي جيدا دلالة هذا الشعار، والأكثر من ذلك فإننا نعتبر تخليق الحياة العامة منهاجا وجب أن تنهجه جميع المؤسسات العمومية. والمؤسسات العمومية الأمر الذي يتماشى ودعوة جلالة الملك نصره الله من خلال رسالته المولوية السامية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان المغربي، وإذ نسجل تقاعس مؤسسة البرلمان بغرفته في الإفراج عن مدونة الأخلاقيات لوجود المنظمة المغربية لحماية المال العام دورتها الرابعة للمجلس الوطني تحت شعار تخليق الحياة العامة هو أساس لحماية المال العام. طبعا نعيش في هذه الدورة هنا في الرباط أجواء استثنائية، لأن ارتباط هذا اللقاء بملفات حقوقية حارقة تعتبر المنظمة أنها معنية بها. أولا قانون المسطرة المدنية الذي طبعا ضرب في الصميم حق الدفاع والحق التقاضي على درجات، وأيضا أجهز على عدد من الحقوق والمكاسب التي يتمتع بها المتقاضون في الدعوة المدنية، أيضا أجهز على مهنة المحاماة التي نعتبر بأنها حصن من حصون الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. أيضا نتحدث اليوم عن حق المسطرة الجنائية، مشروع القانون المسطرة الجنائي الذي أجهز بشكل تام على حقنا كمنظمة في تقديم شكايات للدفاع أو للتشكي ضد الفاسدين وناهبي المال العام. أيضا نتحدث اليوم عن هذا القانون المسطرة الجنائية الذي أصبح في الحقيقة ينفي عنا حقا مكتسبا تساهمت المنظمة وراكمت ما راكمته الهيئات الحقوقية في وطننا من أجله، وهو كيف يعقل أن هذا القانون لا يعترف للضحية الذي هو المواطن المغربي والذي هو الفاعل الجمعوي بحقه في تقديم شكاية بالجنات، أي ناهب المال العام الذي نعتبر بأننا كلنا ضحاياه. أيضا أمامنا مسألة أخرى ونحن وهي حاملة الشعار هو تخليق الحياة العامة. إلى أي مدى؟ طبعا سمعنا جميعا الخطاب الملكي وتوجيهه لرسالة قوية للمجلس النواب في آخر طبعا احتفاله ب 60 سنة أو 50 سنة أعتقد من تأسيس، وجه له رسالة واضحة أساسها هو ضرورة تخليق الحياة السياسية. للأسف المشروع في بدايته كان مشروعا طموحا وكان نقاشا عموميا نحو تخليق الحياة السياسية، اليوم نتحدث فقط وتتحدث النخب السياسية عن تعديل بعض القوانين الداخلية للأحزاب، بمعنى أننا نزلنا بهذا المشروع المجتمعي الذي كان يمكن من خلاله القفز على الممارسات السياسية الفاسدة والتي طبعا راكمها بلادنا والتي من خلالها أصبحنا نعيش عدد من المحاكمات لفاعلين سياسيين، إلى فقط تعديلات طفيفة على مستوى القوانين. المنظمة اليوم تجتمع بمجلس الوطني لتحسم قرارها ولتحسم مواقفها في هذه القضايا المعروضة للمجتمع. طبعا ونحن أيضا نعتبر بأننا في هذا السياق العام وأحداث الأخيرة التي عرفتها طبعا مدن الشمال، نعتبر بأن هذا ما وقع هو انتكاسة أيضا وهو انعكاس حقيقي لهذه السياسة الحكومية التي طبعا قد أشرنا لبعض المشاريع قوانينها وما يمكن أن تعكسه سلبا على حق المواطن في التقاضي وحقه في العدالة وحقه في الثقة في بلده، إلى ما يمكن أن نتحدث فيه عن غلاء المعيشة ونتحدث عن الوضع الاجتماعي المتأزم ونتحدث أيضا على السجل الاجتماعي وهذا الدعم الاجتماعي الغير كافي والذي بعض الأحيان قد يتم سحبه. إذا نتحدث في الحقيقة عن أزمة مجتمعية
وقوانين مثل هذه ما من شأنها إلا أن تكرس هذا الوضع، ما من شأنها إلا أن تكرس الهروب وتكرس الشعور بعدم الاطمئنان. وطبعا هذا يعزز كل الخيارات التي لا نحبذها أيضا، نعتبر بأن الهجرة الغير قانونية هي مخالفة للقانون، ولا يمكن طبعا أن بأي شكل من الأشكال أن يتم تبريرها. ولكن بشكل من الأشكال فالحكومة المفروض الحكومة الاجتماعية أيضا، وهذا هو المدخل، أن تكون أن تعي خطورة الوضع القانوني. اليوم نعيش على 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 صفيح ساخن في بلدنا. اليوم المجلس الوطني يعقد دورته، وأمامه تحديات، وأمامه طبعا فرص لإيصال رسالته طبعا لمن يهمه من المسؤولين ومن صناع السياسة وصناع التشريع في وطننا. شكرا.